شوفوا لي على هالمنظر هاد، اداء اسطوري، اداء بخوف. مصر يعني ام الدنيا. ايه معقوله السمره صار له 4 شهور بمصر ايه ما يدوق الفول والفلافل تبعات مصر؟ طبعا الفلافل عندهم بيقولوا لها طعميه، فاليوم رح ناكل طعميه ورح دوق الفول من عند مطعم نعمه، اعلان تبع 50 جنيه. لا والله لا اعلان ولا شيء، الله وكيلكم. فالله مصلى على سيدنا محمد. اليوم فقت الصبحيات خاطر على بالي شو؟ الفلافل والفول. قلت مالي غير دوق الفلافل والفول المصري، بس طلع عندهم في سندويش فول، فرح ندوق اليوم سندويش الفلافل سندويش الفول. والله طيبة. تعرفوا انه الفلافل عند المصريين بتنعمل بالفول ما بتنعمل بالحمص؟ هلا احنا عندنا بسوريا بتنعمل بالحمص، هني عندهم بتنعمل بالفول. يلا ندوق الفول، هات لنشوف الفول. بسم الله. انه سندويش فول والله غريبة شوي، بس طيب والله. يا عين والله شي طيب، وطلعوا المصريين ما بيكمبروش. شو ها؟ اداء اسطوري، اداء بخوف. بعد ما اكلنا الفول واكلنا الطعمية، بدي اياكم تكتبولي بالتعليقات شو الاكلة الجاية اللي لازم نجربها بمصر.